شكرا لبو سعود، شكرا نايب بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوذبة في جائزة زايد الكبرى. تابعت ويانا شوط الكاس، والكاس ذهب مع الكرهبة للسيد هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري. سلام يا أهل العين، سلام يا أهل الروضة، سعدت مساء على فوز الكرهبة بالمركز الأول. هنا أيضا جائزة بندقية، بالإضافة إلى البندقية هناك مليون درهم ينتظر الفائز، وتسعيرة هجن الرياسة متواجدة أيضا بحضور سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. مرحبا أبو زايد، مرحبا بالجميع في دار زايد في جائزة زايد الكبرى. مباشرة نسير بكم مع مقدمتي هذا الشوط، مبلش على المركز الأول في هذه اللحظات، ولا مروح للسيد سعيد بن حمد بن يروان النيادي المركز الثاني. ناخذ اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات راهي للسيد محمد بن سعيد بالحطم العامري، وفي المركز الثالث معزز على المركز الثالث عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي، وفي المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع في هذه اللحظات. أرى شعار بالكليب متواجد على المركز الرابع، سياف للسيد عبد العزيز بن سيف الكليب الاجتبي، وفي المركز الخامس مليون في المركز الخامس للسيد الويهي بن علي بن محمد بن علي اليحافي. ويلا يرى المليون، الجائزة مليون والجائزة بندقية ينتظرني الويهي. دير بالك وركز وخلك مع المليون. نشوف ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط، إلى معزم على المقدمة، معزم للسيد عبد الله بن يمعة برحمة الدرمكي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نشوف اللي على المركز الثاني، المليون وصل، بدأ يقترب من المليون، بدأ يقترب من البندقية. على المركز الثاني للسيد الويهي بن علي بن محمد بن علي اليحافي، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات نشوف اللي على المركز الثالث. هنا نشوف المركز الثالث الشبابي للسيد سالم بن حمد بن سليم عويسي، وفي المركز الرابع اللي على المركز الرابع معزم للسيد هيثم بن سالم بن حمود الوهيبي، وفي المركز الخامس راهي ولا كرار للسيد علي فراج حمد ناصر بن دلموج اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. نرجع الى المقدمة، نرجع الى معزم، لا زال معزم، لكن المليون، باحث عن المليون في شوط المليون في شوط البندقية. يا سلام معزم، لكن هنا قدوم أيضا، قدوم قوي فرمس، خادم بقوة، في هذه اللحظات. فرمس جو يا فرمس، جو للسيد يوسف غانم أهلي. يا أهلي يا سلام، لكن الفارس للسيد علي بن جميل ألوهي بقادم أيضا بقوة، لكن اللي في المركز الأول أرشعار السيد علي بن مسلم بن دري المنصوري. بدأ يغير، بدأ يغادر بالبندقية إلى هالي الخزنة. ها هو مبلش للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. سلام يا الختم، سلام يا ابن زايد، سلام على هذا الأداء. ها هو مبلش ينتزع البندقية، ينتزع المليون، المركز الثاني الذي وصل على المركز الثاني في هذه اللحظات. ها هو الفارس للسيد سعود بن يوسف بن غانم أهلي. فارمس وصل على المركز الثاني للسيد سعود بن يوسف بن غانم أهلي، وفي المركز الثالث الفهد للسيد محمد بن علي بن محمد المري، والمركز الرابع
ممنوع للسيد محمد بن سلطان بن مرخان الجتبي المركز الخامس الذي سياف للسيد نياف بن صالح اليامي. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول مبلش وهو حاصل على البندقية وحصل على المليون للسيد مسلم بن علي بن دري المنصوري. يا سلام، ها هو مبلش قاطع مسافة الأربعة كيلو متر في زمن وقدره 5 دقائق 44 ثانية جزئين من الثانية، والذي وصل في المركز الثاني في هذه فارميس وصل في المركز الثاني لسعود بن يوسف بن غانم أهلي، وهذا الريال العام داخل في هذا المجال وحصل على المركز الثاني في الرمز الناموس. يا أبو سعود على هذا الأداء المتميز، قاطع مسافة الأربعة كيلو متر في زمن وقدره 5 دقائق 45 ثانية بالتمام. تهانينا سعود بن يوسف بن غانم بن محمد أهلي، والذي وصل في المركز الثالث. الفارس وصل على المركز الثالث 5 دقائق 46 ثانية بالوفد تمام. تهانينا للسيد علي بن جميل الوهيبي، تهانينا للجميع على هذا الأداء.